السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا مجموعة في الدنيا؟ النهارده رجعنا يا جماعة مع بعض بتفصيلة سهلة قوي، فستان خروج للمحجبات صيفي. الفستان صيفي بشكل سهل قوي بالمرد البسيط وكمان بالياقة جديدة اول مرة نعملها على القناة. يلا بينا واحدة واحدة. بصوا بقى معانا اول حاجة خالص كده البطرون الاساسي اهو، زي ما انتم شايفين البطرون ده مقاس ايه يا مريم؟ مقاس 46. المقاس هيظهر لك دلوقتي حالا. بالنسبه للبطرون هتلاقيه في صندوق الوصف، وهتلاقيه كمان في كذا تفصيله قبل كده عملناها في القناه، تفصيله مثلا فستان البسيط، مثلا تفصيله فستان خروج، تفصيله فستان محجبات، بطرون اساسي مثلا، او تفصيله ورسم البطرون الاساسي بشكل سهل وبسيط، هتلاقوه موجود في القناه في كل حته في القناه. طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نقص واحده واحده البطرون ده، ونبدا نعمل عليه التعديلات عشان بدل ما هو بطرون يبقى تفصيله، يبقى هتبقى تفصيله بشكل سهل وبسيط قوي، وكمان هنعرف ازاي نعمل التفصيله بتاعتنا دي. يلا بينا. مش مهم عادي خالص الواسع اللي احنا عملناه ده، انت ممكن تعمليه على طول. انا بس عشان ايه ما اتاخرش عليكي مثلا او اطول لك الفيديو، يبقى الموضوع سهل. تمام، ادي حل الغلابه الخلفيه. الزياده اللي احنا كنا ناخدها دي انت ممكن تاخديها عادي خالص، وممكن ما تاخديهاش زي ما تحبي. انا بس حبيت اوريها لك اللي فيه زيادة عند الوسط 2 سنتي، حابة تعمليهم تمام، مش حابة تعمليهم برضك تمام. طيب دلوقتي بقى اديني شلت حردة الرقبة الأمامية، هبدأ بقى ان انا اجيب كده الخلف بتاعي ده واركنه على جنب، وهبدأ اجيب الأمام بالشكل ده، وهبدأ افرد الأمام واقصه من هنا كده كده لحظة واحدة، وبعدين هبدأ ان انا اقص بقى اجيب قطعة تانية واقص مرد بسيط كده سهل كده وبسيط من القطعة التانية. القطعة دي لازم اعمل منها 3 حاجات مش حاجة واحدة، اعمل منها مرد، وهعمل منها كمان لياقة، وكمان هعمل منها كم. ازاي مريم من قطعة واحدة بس هنعمل كل الحاجات دي، او انت هتعمليها ازاي من قطعة واحدة؟ انا هوريكي دلوقتي حالا هعملها ازاي من قطعة واحدة. اولا نتم الله كده ونبدأ نقص. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا هناخد القطعة الاولى معايا مرد، القطعة التانية معايا برضك مرد، تمام. القطعة المفروض دي والتانية هيبقوا كم ومرد، هنشوف بعد كده ايه الموضوع ده. لحظة واحدة بس اثبت الاجزاء بتاعتي دي كلها. لحظة واحدة. بص بقى يا جماعة دلوقتي اتنيت القطعة بتاعتي، وهبدأ اوريكي طريقة خياطتها عن طريق المكنة او يدوي حتى على ايديك. طبعا بنتنيها كده طبعا القطعة بتاعت المرد بتاعي، وبعدين ببدأ ان انا ادبس كده، بحط وش المرد على وش البلوزة بتاعتي وابدأ اخيط. طبعا في ناس كتير اوي هتقولي ايه ده يا مريم، ما انا عارفة الموضوع ده وسهل وبسيط وكل حاجة. انا بس بوري الناس لسه اول مرة تبدأ على المكنة خطوة خطوة الموضوع بيبقى سهل ازاي. وحتى كمان لو انت مش بتبدأي على المكنة وحابة تعملي بايديكي، تبقي عارفة الخطوات اللي هتعمليها بايديكي عاملة ازاي. تمام، لحظة واحدة يا جماعة خليكم معايا. بصوا يا جماعة دلوقتي عملت المرد من اتجاهين، تمام. هبدأ ان انا اقفله كده واحط ده على ده بالشكل ده، لان يا جماعة اللياقة الموجودة معايا في الفستان ده اللياقة اولا جاية ما فيهاش موضوع ان احنا نعمل فيه زرار في اللياقه والكلام ده كله، لا هي اللياقه جايه بشكل بيضاوي طريقه جميله قوي كده، بس هوريها لك هنعملها ازاي. اهم حاجه بس ان انا اقفل التفصيله بتاعتي واحده واحده ومن تحت لفوق كده. تمام، لحظه واحده كده وهقفل بشكل سهل وبسيط. بصوا مش شرط ان انا اقفلها بقى من فوق، خلونا ايه من تحت بس ماشي، عشان انا ايه الموضوع طويل اساسا. اهو ادي الفستان يا جماعه. تمام، طيب ناقص بقى ان احنا نعمل فيه الياقه اللي بقولك عليها، وناقص كمان الكم. كمان هبدا دلوقتي ان انا اجيب الخلف بتاعي، وهبدا ان انا احط الخلف على الامام او الامام على الخلف، تمام كده. وهبدا بقى ان انا اعمل الكتف على كتف كده بالشكل ده، ومن الجناب هبدا اقفل كده بدبوس واحد من هنا، ومن الناحيه التانية برضك بدبوس واحد كده اهو. بصوا بعد واحده كده، ومن الجنب التاني برضو اهو كده. تمام، طيب بالنسبة بقى للزيادة دي بسبب الايه المرد بتاعي، لان انا مش قافلاه،
لو قفلته هيبقى باين قوي وواضح الفستان بتاعي. ناقص بقى ان احنا نعمل حاجه كمان يا جماعه، ايه هي؟ نعمل الياقه اللي احنا قلنا عليها. الياقه عشان نعملها يا مريم محتاجين ايه؟ محتاجين الاول نحدد الكم بتاعنا طوله قد ايه عشان اقدر اخد القطعه بتاعت الكم. فانا هاخد القطعه بتاعت الياقه من الكم دي اهي، وهي بالظبط هناخدها حوالي 7 سم كده، والباقي ده هيبقى كم. تمام كده؟ هتقولي لي ده قصير، اقولك اه معلش بس المره دي هيبقى قصير، كل مره بنعمله طويل، المره دي بس هيبقى قصير عشان خاطر اعرف اشرحه بشكل سهل ومبسط. القطعه بتاعت الياقه اهي. تمام، هبدا بقى ان انا اخد ربع دوران حرده الرقبه الاماميه، واخد ربع دوران حرده الرقبه الخلفيه، الدوران بتاعهم والدوران بتاعهم الربع والربع، وابدا بعد كده اقيس الخلفيه والاماميه الاثنين، اقيسهم وبعد ما اقيسهم اجمعهم على بعض. تمام، فانا طلع معايا الناتج بالظبط في المقاس اللي انا معايا بشتغل بيه حاليا، طلع معايا الناتج 11 سنتي، لان الاماميه هتبقى 7 سنتي والخلفيه هتبقى 4 سنتي، فطلع معايا بالظبط كام سنتي؟ 11 سنتي. احط من هنا كده خط طوله 11 سنتي، وبعدين هنزل بعرض الياقه بتاعي اللي هو المفروض يكون قد ايه، اللي هو هيبقى حوالي 7 سنتي بس كده. لحد كده انا عملت كل حاجه تمام. هاجي بقى من هنا كده واروح جايه رافعه حوالي 2 سنتي، حلوين قوي كده. وبعدين هناخد زي دايره حارده كده، زي الحارده اللي احنا بنعملها حارده الرقبه. تمام، وبناخدها كده على مفيش كده اهي كده. تمام، طيب ونبدا نقص كده كده. شايفين يا جماعه ازاي كده؟ ادي الياقه. بالنسبه للجزئيه دي بقى هنبدا ان احنا ناخدها زي ما هي عشان نركبها في الحرده بتاعتي زي ما هي. انا مش عايزه اديها زوايا خالص، اللي انا كنت عايزه اديها زوايا القطعه دي، وهي دي اللي انا هركبها فيها. تمام، المفروض بقى الياقه بتاعتي هتبقى جايه كده. لما اجي اركبها المفروض لما اجي اركبها هتبقى جايه كده اهو بالشكل الدائري ده. تعالوا بس لازم اقسمها طبعا نصين، وهنركب كل دي كده والياقه الحارده طبعا اهي بالشكل ده يا جماعه، نفس الصوره نفس كل حاجه. تمام، هبدا بس ان انا ادبسها كده، احطها دبوس هنا وهوريها لك لوحدها عشان خاطر طبعا تركيبها على القماش الموجود معايا هيبقى ناشف قوي وفي نفس الوقت مش موضح خالص، اما كده هي هتبقى واضحه اكتر بكتير. تمام، هركن الياقه دي بقى كده على جنب، وهركن الفستان على جنب، ويلا بينا نعمل الكم عشان نكون كده عملنا الكم بتاعنا. لحظه واحده، دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نعمل الكم بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا اولا معايا طول الكم اهو، خلاص انا كده هشتغل على الطول ده، يبقى انا هعمل من هنا على طول وهبدا. تمام، من الطرف هنا على طول اهو، هبدا اسيب طرف المسطره وهبدا انزل طول الكم الموجود معايا، يعني الكم كله تقريبا، وبعدين هبدا اجي من تحت هنا كده وانزل 7 سنتي، واخش هنا حوالي 4 سنتي برضو، وبعدين اعمل حرده الجيرو بايدي بفرنش كيرف اي حاجه، المهم ان هي تبقى مظبوطه. الكم المفروض في الفستان الموجود معانا ده، المفروض الكم فيه بيبقى جاي واسع وفيه كسرات، وكمان بتركب له كشكشه بعد الكسرات. انا هعمله عادي خالص، وانت لو حابه تعملي نفس فكره الكم تمام. طيب دلوقتي هنبدا بقى ان احنا نقص الكم واحده واحده، وبعدين هنركبه وهوريهولك وهتشوفيه دلوقتي حالا. بصوا يا جماعه ده شكل الفستان في الاخر خالص، وادي الياقه اتعملت بشكل سهل وبسيط قوي. طبعا فكره الفستان، ادي الياقه اهي تمام كده، وادي الفستان كله اتعمل بشكل جميل قوي. اهم حاجه بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقي الفكره هتعجبك قوي. كل اللي عليكي بس لايك تعليق اشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا جمهور في الدنيا في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد، واهم حاجه ما تنسيش الحزام من على الوسط. حابه تعمليه تمام، مش حابه برضك عادي خالص، لانه حسب الرغبه. كل سنه وانتم طيبين في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.